السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا في قناتي الهام اوس لايبزيغ. اليوم بغيت ندير لكم جوله او ريفيو سريع في محل بريمارك فرع النساء شتاء 2022 2023. مرحبا بكم معايا. كيف كتشوفوا ان بريمارك هذا العام اعتمد على الوان مبهجه مفرحه، الوان حيه في جميع لا كوليكسيون ديالو، لكن هذا ما كيعنيش انهم ما دايرينش الالوان اللي ترضي الجميع. ولكن هذا العام او لا شتاء هذا العام كان بنكهه خاصه، يعني نفس لي كولور اللي كانوا في الصيف داروهم في ملابس الشتاء. كيف كتعرفوا ان بريمارك عندهم الاثمنه اللي كتناسب الجميع، لكن الكاليتي هذا العام ما شاء الله صراحه زوينه. كاليتي اللي نقدروا نقولوا عليها زوينه بارابور مع الثمن ديالها، ما شاء الله مزيان. كيف كتشوفوا ان لي كولور كاينين بزاف، لي ستيل كانوا ما شاء الله بزاف بزاف، يعني لي ستيل اللي يرضيو الجميع. كاينين لي كولور اللي يرضيو الجميع، لي نيود كاميل، لي كولور فلاشي. مهم كاينين لي كولور كيف قلت لكم اللي كيرضيو الجميع. كذلك كاينين لي في الطول مختلف، كاين اللي قصير مثلا وكاين اللي طويل على حسب الناس، اللي كل واحد والستيل اللي كيعجبو. كذلك الازمنه كانوا في المستوى، فغنقول لكم من الاحسن اللي حدا شي فرع بريمارك تمشي ليه في اقرب وقت. كيف كتلاحظوا كاينين الوان، كاينين لي ستيل صراحه غزالين. انا صراحه عجبني هاد التريكو، غزال ما شاء الله. ان شاء الله ضروري نرجع، لان هاد لي فيديو حتى انا حتى كنجي للدار عاد كيبان ليا انهم زوينين صراحه شي حوايج، وكنرجع ناخذهم من بعد. المهم هاد التريكو الفلاشي غتقول ليا في شكل، ولكن عجبني مع هذاك البونطالون في الفيغ، التريكو في الفيغ والبونطالون في المارون صراحه عطا واحد الميلونج زوين، ما عرفتش علاش. المهم حاطين الاثمنه ديالهم، لكن كانوا مقطعين صراحه كنت انتريسي بيه. دير الثمن ديالو 18 اورو، وكيجي زوين صراحه مع ليغات او الستيل هاد ديال هاد صباب. المهم لي كولور كيف كتشوفوا كيجيو زوينين مع بعضياتهم. كاين حتى هاد الكارديجانات حتى هما بلي كولور، يعني اللي يرضيو الجميع. صراحه الجوده ديالهم ما نقدرش نقول لكم مزيانه، لان جربت صراحه واحد ستيل تقريبا نفس ستيل تقريبا، لكن ما صدقش دغيا كيتحبوا ماشي لا كاليتي اللي كظنوا. المهم هما في المنظر كيبانوا زوينين، لكن الكاليتي بالنسبه لي انا ما صدقش ليا زوين. المهم انا كنوريكم هادو لي ترانش على حسب الاذواق. كاينين لي كولور لي ترضي الجميع، الاثمنه 42 اورو، والالوان ما شاء الله كاين البلو، كاين هذا واحد الغوج زوين في الكاميرا بان شويه فلاشي، لكن اللون ديالو صراحه زوين، غوج راس العام. المهم هاد لي شوميز حتى هما عجبوني صراحه زوينين، مالوغوزمون عندي في حالهم، فما عرفتش ديما كنميل لهاد ستيل. عندي في الغوج يمكن كنت خديتها استخدي باروس ولا زارا. المهم حتى هما زوينين نفس الستيل تقريبا. هادو حتى هما زوينين، كيجيو مع هادو كانوا سولدي، كيجيو مع لي شوميز بيضين، كيجيو صراحه زوينين حتى هما.
كانوا بزاف لي كولور ما شاء الله، يعني داكشي اللي رضي الجامع هنايا. يعني هاد العام كانت برعايه لي كولور، لي كولور فلاشي اولا الالوان الحيه. هادو صراحه عجبوني بزاف، هادو مستيل ديال هذاك اللي في المانكا، ماشي اللي في مانكا، اللي في العلاقه وريتو لكم في الخضر. هادو لي كولور تقريبا فحالو نفس ستيل تقريبا لي كولور اخرين. الاثمنه ديالهم هما هادو 14 اورو، غير هما ماشي طوال فحال الاخر، الاخر طويل شويه عليهم، هادو شويه قصيرين على حسب يعني قد الحزام ديال السروال. المهم لي كولور ديال هاد العام كلهم كيف كتشوفوا فلاشي زوينين، الاثمنه بين وبين بغابور مع الجوده. اللي كتعرفوا ان بريمارك صراحه حتى كتجربوا الحاجه عاد كتقولوا واش مزيانه اوبا، لان بارفوا كتاخذوا شي حاجه غاليه وما كتصدقش، بعض المرات شي حاجه ثمن ديالها عادي وكتصدق زوينه. يعني كنظن على حسب المصنع فين كيتخدموا الحوايج ديالهم، كاين اللي ديال كامبوديا، كاين اللي كيتخدموا في تركيا، ويعني كل حاجه والزهر ديالها. المهم نخليكم حتى لنهاية الفيديو، وان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو غير شوية. وهنا ما يمكنش يجي راس السنه وما يجيبوش لينا الشوكولا او لا المارشميلو اللي كيكون مع الكيسان مثلا، او لا هادو لي كادو اللي كيتعطاو لوليدات الصغار مثلا، او لا اللي تقدروا تهداو في راس السنه. فبالضروري ندير لكم جوله صغيره تشوفوا غير لا كاليتي، حتى كيكونوا فيهم لي بيسكوي، هاد الطوموبيلات فيها لي بيسكوي، كذلك هذاك ترانس غيو. هنا كانوا بزاف الحوايج اللي تقدروا تهداو مثلا في راس السنه، هذا ديال هاري بوتر يمكن، كانوا يعني فيها لي سوربريز ديال كل نهار اللي كيعتمدوهم في العيد ديالهم. هنا كانوا لي شوكولا، المهم كيف كتشوفوا كل شيء عنده علاقه براس السنه. المهم كيسان لي كادو، مهم اي حاجة عندها علاقة بالاحتفالات رأس السنة او لا شي حاجة ديال الشتاء رأس السنة. كذلك كاين لي كادو لي كي مهم لي كيتخادو الوليدات الصغار او يعني الجدات كياخدو من وليداتهم او الامهات، او لا شي حد ياخد كادو لصديقة ديالو او لصديق ديالو في المدرسة. الاثمنة ديالهم مقلش يمكن بين 12-14-15 اورو. مهم كاين لاغج جوا، كل شيء صراحه زوين. ملي كتوصلوا هنا صراحه ما كتقدروش تخرجوا من هذه البلاصه، كل شيء كيثير انتباهكم، وكل شيء ما شاء الله زوين.
ختام مسك مع البيجاما اللي جابوهم ديال الولاد الصغار خاصه براس السنه احتفالات راس السنه. وهنا غنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الجوله السريعه او الريفيو السريع في محل بريمارك. وغنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه وما تنسوش لي لايك الى عجبكم لا فيديو. وشكرا بزاف. السلام عليكم.